يا اخي هاي المره ما تسكت. اوكي، فالحلقه راح نكمل ان شاء الله سلسله التعديل. حاليا انا في ورشه العين الكرفانات، طبعا اخوي سعد اقترح لي ان هي هاي الورشه، فاليوم ان شاء الله راح نغير وايد اشياء، فاذا ما قدرنا نغطيها في الحلقه راح نغطيها في حلقات ثانيه. واعذروا لي اذا المقاطع قصيره، انها تكون 8 دقائق 9 دقائق 10 دقائق. السبب ان انا حاليا قاعد احاول اني اقدم لكم اكبر كم من المحتوى خلال فتره قصيره، يعني انا ما ابغى اغيب عنكم اسبوع بعدين اجيب لكم حلقه مدتها 20 دقيقه كمان. ان شاء الله اليوم بنشوف اشياء حلوه وبنتعلم مع بعض، فهيا بنا. ان شاء الله شغل مضبوط الحمد لله. يلا ان شاء الله. ساحين جماعه بيفكون السولر بانل، ان شاء الله ها بينشل ومروحه بتنشل، وهذا كله راح يكون طاقه شمسيه. بس راح تسألون بتقولوا لي وين بتركب المروحة بعدين؟ بنقول لكم بعدين. اوكي، اليوم راح نركب سولار بانلز اللي هي الواح الطاقة الشمسية، وبعدين راح نركب بطاريات ليثيوم ما يقارب 400 امبير. حاليا انا عندي ما يقارب 300 امبير، لكن البطاريات اللي عندي هم بطاريات اي جي ام ليد اسيد. هذول البطاريات عيبهم ان ما تقدر تستنزفهم اكثر من 50%، فصح ان انا عندي 300 امبير ما يقارب 3600 واط، بس انا فقط في امكاني اني استعمل نص هذه الطاقه، يعني في امكاني اني استعمل فقط 1800 واط. طبعا البطاريات جداد، يعني صار لهم تقريبا 6 شهور، بس يعني للأسف كانت غلطة، والأغلاط تحصل يعني. وشو ميزات البطاريات الليثيوم؟ الليثيوم في إمكانك أنك تستهلك كل الطاقة اللي فيها، يعني من 100% إلى 0%. أتوقع هذه اللوحة، هذا بانل، هاي الألواح. شوفوا اللوحة شو كبرة، وايد متحمس للنتائج. وهكذا بنكون خلاص خلصنا، نظفنا من فوق، وبعدين بنركب الواح الطاقة الشمسية. ما محمد انت موجود؟ انا ما اشوف. يلا سراي. الحين راويكم التغييرات اللي صارت. الناس ما تشوفون الحين شلوا المروحة، ركبوا لي هالقطعة، فان شاء الله هالمنطقة انا بعدلها، بحط قطعة قماش عشان يكون الشكل مرتب، او انه يمكن نفك هاي كاملة ونجددها من اول جديد. ما قعد يعني اطير الفلوس على هالشغلات البسيطة، دام انه شكلها حلو خلاص نخليها، وامور الديكور وهالشغلات ان شاء الله بعدين. الحين
بيفكون البطاريات. ان شاء الله هني بيسوون قاعدة وبتركب بطاريات الليثيوم في هذا المكان. هذول البطاريات اللي راح يركبون بطاريتين، فكل واحدة راح تكون 200 امبير. بس الحلو في الليثيوم انه وزنها خفيف. طبعا عندي 150 امبير كل بطارية، ووزن كل واحدة 50 كيلو. هذه الوحدة 200 امبير ووزنها تقريبا 30 كيلو فقط. خففنا وزن سيارة بعد. ضروري يكون في قاعدات، لان بدون قواعد البطاريات ممكن تتحركن وانت تسوق، فموضوع خطر يعني. فالحين ركبوا البطاريات بس بعدنا ما وصلناه. فقبل لا يوصلون حاب يعني اوضح شغله. طبعا في الخليج، ربعنا اللي عايشين في الخليج اصحاب الكربانات دائما يبتعدون عن بطاريات الليثيوم. يقول لك ما انصح لا تركب ليثيوم، الليثيوم يرفع حراره ومن هالكلام. كلامهم صحيح 100% صحيح، انا ما انكر هالشغله، لكن تقنيه الليثيوم اتطورت. الحين في تقنيه جديده اسمها لايف بي او 4. سو البطاريات اللي راكبين حاليا بتقنيه اللايف بي او 4، بس في التقنيه الثانيه اللي هي الليثيوم ايون. هذه تقنيه قديمه، وهذه كانت مشكلتها اذا رفعت حراره يمكن البطاريه تولع تحرق لك الأشياء. لكن هالبطاريات أمورها طيبة مضمونة. إذا حابين تعرفون أكثر عن هالبطاريات، أخوي سعدي هو اللي وصاني على هالبطاريات، قال لي اشتري هالبطاريات وراح تساعد. وإذا حابين تعرفون أكثر تواصلوا مع سعدي. أتوقع الحين تقريبا خلصوا. أربعمية وخمسين واط. الحين طبعا هالكرفان اللي وراي، انا هذا السبب اللي خلاني هي هالورشه. طبعا هالكرفان عليه مكيف طن ونص. هالمكيف صار له ما يقارب 5 ايام شغال فقط على الواح الطاقه الشمسيه. طبعا هالكرفان كلاس A كبير جدا، وايد كبير، اكبر من اللي عندي، وعليه تقريبا ما يقارب 5 الواح، يمكن ما يقارب 2000-2500 واط. هذه الورشه استطاعت انها تسوي سيستم متكامل انك تخلي المكيف شغال طول الوقت بدون استخدام اي مولد كهربائي، اي طاقه كهربائيه. فهذا الشيء الصراحه اللي شجعني ان هي عندهم. طبعا انا ما راح يكون في امكاني اني اشغل مكيف لمده 5 ايام. اوكي، بخصوص مشروعنا، كم راح يكون في امكاني اني اشغل المكيف اللي عندي في السياره؟ طب بعد ما استشرت الشباب وسووا لي حسابات، قالوا لي في امكانك انك تشغل المكيف لمده تصل ل 10 ساعات تقريبا فقط بالليل على البطاريات بدون اي طاقه شمسيه. والحلو في بطاريات ليثيوم انهم يشحنون اكثر من بطاريات الليد اسيد او الجيل باتريز. فانا صراحه وايد متحمس الحين. Alright. خلصنا المرحلة الأولى. الحين بروح وبزور أخوي سعدي في بيتهم. الحين جينا عند أخونا سعدي. سعدي شو رأيك بالشغل؟ الحين بنشيك على السيستم إن شاء الله. هذا الشاحن هو المناسب للبانل، لأن بالنهاية الشاحن هو عبارة عن الأمبير اللي بيشرش فيه والأمبير اللي بيستقبله. تمام. فالمفروض يكون الأمبير اللي بيستقبله قادر إنه يشيل بالمهمة. فنحن أوردي غيرنا القديم اللي ركبناه وركبنا الجديد. واحد أعلى. كم ركبت؟ 400 450. 400 وقالوا لي 450. 450 المفروض يعطيك بنعمل عليه تيست إن شاء الله. المفروض يعطيك بحدود 380 لل 400. يلا هني معانا، شو اسمك؟ عمر. باي باي. اخوي سعدي طبعا شكرا لك، تعبناك اليوم وايد. هلا وسهلا. هلو يوتيوب. الحمد لله خلصنا اليوم. طبعا الساعة الحين الساعة 8:42 دقيقة. ما توقعت صراحة الشغلة تطول، بس لأن هي شغلة أصلا جدا معقدة. تشييك لازم. اي نعم. شكرا على توصياتك.
وشكرا لابو محمد صح وصاحب الورشه. وشيكنا الحين على السيستم توصيل البطاريات الفيوز توصيل السولر الام بي بي تي تشارجر ما شاء الله كله تمام كله تمام وبعد في توصيل الديناميت السياره على البطاريات. الحين هي يبغى لها جهاز يعني للحمايه اكثر بس الحين الامور تمام ما في مشكله كمان يعني شيكت على كل المواضيع. فالحين انت وساير تقدر تشغل المكيف. اهم شيء ان نقدر نشغل المكيف يا جماعه. ونصيحه للجميع يعني اي واحد لا يعني حابب يركب ليثيوم طبيعي يعني يشيك على كل الاشياء الاجهزه اللي تعطي البطاريه واللي تسحب من البطاريه لان الامور دائما كريتيكال وما بتكون بالسهل ولازم يكون يتشيك على كل الانظمه اللي تاخذ منها وتعطيها. وعلى فكره ترى ورشه العين كارافانز نظموا لي الكيبلات، الكيبلات كانت كلها ملخبطة أول ما أخذتها. أنا على فكرة صار لي فترة قاعد أدور، قلت إن أنا مشكلتي الوحيدة إن مش محصل كهربائي شاطر. والحمد لله الله جمعنا مع بعضنا. That's it everyone. وإن شاء الله نراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع سادي. أنت لازم. مع شيء تاني بس لازم نعمل شيء تاني. شو اللي خبرهم؟ شو نعمل شيء خشب. أنا عندي فكرة. خلاص. اللي طرشت لك إياها على الواتساب. نسويها. إيه بس ما بقولهم. ماشي تظهرون حلقة جدا 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 قوية. That's it everyone ونراكم في المقطع القادم. إلى اللقاء. لا تنسى تشترك في الحساب وافتح خاصية الإشعار ليصلك كل ما هو جديد.